تحت اسم حفل العائلة، نظمت رابطة المرأة السورية في السويد بالتعاون مع مركز أنغريد الإسلامي وفريق ملهم التطوعي، نظمت فعالية عيد الفطر ودعت إليها العائلات السورية المقيمة في المدينة مع أطفالها للمشاركة ببهجة العيد وفرحته. اليوم رابطة المرأة السورية حبت أنها تحتفل بعيد الفطر السعيد، تحتفل فيه مع كل العائلة السورية، فكانت فكرة أنه تكون هذه الدعوة موجودة بمدينة للألعاب حتى الأطفال يحسن يكون هذا العيد فعلا بالنسبة لهم عيد فرحة، عيد سعادة، تجتمع فيه العائلات مع بعض مع فقرات إن شاء الله كتير مميزة، مع وجود إن شاء الله يعني برنامج وهدايا وألعاب للأطفال. فهي يعني كانت الفكرة اليوم من هذا النشاط الموجود. تضمن حفل العائلة عدة فقرات ونشاطات خصصت للأطفال، وكان الحكواتي السوري سيد الحفل، وعبر الأطفال عن سعادتهم الكبيرة إلا أن شوقهم لبلدهم سوريا وأمنياتهم بالاحتفال فيها كان الغالب عليهم. طبعا أنا شاركت بهذا النشاط مشان نعيشهم للأولاد فرحة العيد ونرجعهم على أيام سورية وعلى التقاليد والشغلات الموجودة قبل كانت موجودة بسوريا، ونحسسهم أنه ما اختلف عليهم الجو أبدا بين هون وبين هنيك. إن شاء الله السنة الجاية نحن سوريين بنكون بلدنا وعم نعيد ببلدنا، ونحن أجينا لهون يعني نحس بأجواء العيد، عيد الفطر. كل عام وانتم بخير. نحن هلا معيدين بيوت جاري، ان شاء الله العيد الجاي نعيد بدوما. ان شاء الله بتمنى انه السنه الجايه هيك بتفرج على سوريا ونرجع لسوريا. في محاوله للجاليه السوريه المقيمه في السويد اعاده احياء اجواء العيد لاطفالهم في بلد اللجوء، تقام الفعاليات احتفالا واحتفاء به حتى يتحقق حلم العوده لوطنهم الام سوريا. بعد صيام شهر رمضان بساعاته الطويلة التي تتعدى العشرون، يحاول السوريون هنا إحياء طقوس عيد الفطر وأجوائه بزرع البسمة على وجوه أطفالهم على أمل الاحتفال به في سوريا حرة. يسار لبي، أورينت نيوز، غوتنبرغ.